اشتغلنا مع ناس من المعاهد الفنية الصحية، دربناهم على القياسات الجسمانية كلها من ضمنها قياس الطول. مهم جدا ان احنا نحدد طول الاطفال بدقة كويسة جدا جدا، عشان بيفرق معنا في الاطفال الصغيرين فرق سنتيمترات ديت اذا كان هو طفل طوله طبيعي او عنده تقزم، خاصة مع انتشار امراض سوء التغذية في اطفالنا الاقل من 5 سنين. اشتغلنا على محيط منتصف الذراع، وده كان الشريط الستاندرد اللي احنا تدربنا عليه المتدربين بتوعنا، انهم ازاي يحطوا الاطفال دول على منحنيات النمو عشان يقدروا يعملوا تقييم للحالة التغذوية للأطفال، إذا كان الطفل دوت عنده هزال أو وزنه كويس أو إذا كان عنده أوفر ويت أو أوبيز. الميزة عندنا إن المتدربين اللي جم عندنا دول أساساً مدرسين في المعاهد الفنية الصحية زي ما قلت قبل كده، من اسكندرية ومن طنطا ومن المنيا وبني سويف، وطبعاً في ناس من القاهرة.